بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذ الصف الثاني في مدرستكم عشدار الابتدائية الأهلية، معكم معلمة مادة القراءة منى محمد. أعزائي تلاميذ الصف الثاني، درسنا لهذا اليوم موضوع قراءة هو اليوم المدرسي زائد حل التدريبات، فتابعوا معي لقراءة الموضوع. اليوم المدرسي، موضوعنا هو اليوم المدرسي. اليوم المدرسي، صفحة 48، 48. اليوم المدرسي، طبعا قرأنا هذا الموضوع القسم الأول من عنده. اليوم تكملت إعادة وتكملت موضوع اليوم المدرسي حتى نحل التدريبات. تابعوا وياي، راح أقرأ بداية الموضوع. قال بسام لصديقه غيث: أنت مجتهد، أنت مجتهد، أراك مسرورا دائما، أريد أن أصير مثلك. قال غيث: أنا وأختي سلمى نؤدي واجباتنا المدرسية ولا نسهر في الليل، أنام مبكرا وأنهض مبكرا. فسأله بسام: ولكن ماذا تفعل في الصباح؟ ماذا تفعل في الصباح؟ قال غيث: علمتنا المعلمة تمرينات رياضية نلعبها أنا وأختي عندما ننهض. نلعبها أنا وأختي عندما ننهض من النوم، نحرك أيدينا ثم ننحني ونعتدل، نقفز ونهرول في مكاننا. فسأل بسام سلمى: وماذا تفعلان بعد ذلك؟ قالت سلمى: نذهب إلى المغاسل ونغسل أيدينا بالماء والصابون. قال غيث: وبعد ذلك نتناول فطورنا وننظف أسناننا، ثم نرتدي ملابس المدرسة ونحمل حقائبنا ونودع أهلنا، ثم نذهب إلى المدرسة معا. موضوعنا جدا جميل لأن يتكلم عن اليوم المدرسي. راح أعيد قراءة الموضوع، تابعوا معي كلمة كلمة. اليوم المدرسي، المدرسي. اليوم، تلاحظون حرف اللام ساكن، أنطقها ساكن. اليوم، الياء بالفتحة، نطقناها بالفتحة. اليوم، والميم الآخرية مع الضمة أصبحت اليوم المدرسي. اليوم المدرسي، الدال أيضا ساكن، صارت المدرسي، يعني ساكن غير متحرك. أنا أنطق هذا الحرف غير متحرك، هو ساكن، باقي ساكن. المدرسي. قال بسام مع تنوين الضم. بسام بالفتحة والسين مشددة، لأن هذا الحرف متكرر مرتين، فبدل ما أكتب الحرف السين مرتين عوضنا بدل على الحرف المكرر الشدة. بسام لصديقه، هذه اللام الأولية ربطناها مع حرف الصاد، صارت لصديقه.
والدال لصديقه. هذه الهاء الآخر هي شكلها مثل التسعة، لا تلاحظوها. غيث، قال بسام لصديقه غيث. غيث اسم ولد مذكر، مذكر اسم مذكر غيث. نقاط التحدث، لأن بسام يتحدث مع صديقه غيث. قال بسام لصديقه غيث: أنت مجتهد، أنت مجتهد. أنت، استخدم الضمير المخاطب أنت، لأن هو بسام يخاطب صديقه غيث. أنت مجتهد، أنت مجتهد. أراك، أراك، أراك مسرورا، أراك مسرورا دائما، بتنوين الفتح، مسرورا وكلمة دائما، مسرورا دائما. أراك مسرورا دائما. أريد، أريد، أريد أن أصير مثلك، أريد أن أصير مثلك، مثلك، مثلك. قال بسام لصديقه غيث: أنت مجتهد، أراك مسرورا دائما، أريد أن أصير مثلك. أعيد هذا المقطع اليوم المدرسي. قال بسام لصديقه غيث: أنت مجتهد، أراك مسرورا دائما، أريد أن أصير مثلك. قال غيث، قال غيث: أنا وأختي، أختي سلمى، أنا وأختي سلمى نؤدي، نؤدي. النون ضمة والواو همزة، نؤدي، نطقتها نؤدي، واجباتنا، واجباتنا، نؤدي واجباتنا المدرسية، المدرسية. قال غيث: أنا وأختي سلمى نؤدي واجباتنا المدرسية، ولا، ولا نسهر. انتبهوا كلمة نسهر، ن بالفتحة، نسهر، السين ساكن، هذا الحرف ساكن يعني غير متحرك. نسهر، والحرف المتحرك مثل النون فتحة ن، السين بقى ساكن، نس اس ه ارو ضمة، نسهر في الليل. أنام، أنام مبكرا، أنام مبكرا. وأنهض، وأنهض مبكرا، وأنهض مبكرا. أنام مبكرا وأنهض مبكرا. نكمل. فسأله بسام، فسأله بسام. نقاط التحدث. فسأله بسام بتنوين الضم، ولكن، ولكن النون ساكنة، ولكن ماذا تفعل، ماذا تفعل، تفعل، تفعل في الصباح، ماذا تفعل في الصباح. هذه هي علامة الاستفهام، لأنه بسام سأل بماذا، هذا اسم استفهام. إذا سألنا بماذا، ماذا تفعل في الصباح، نضع علامة الاستفهام. قال غيث، قال غيث. نقاط التحدث. علمتنا، علمتنا، تاء ساكنة، علمتنا المعلمة، المعلمة، هذه التاء الآخرية من مرتبطة مع حرف صارت شكلها مثل التسعة، مشكلة بالضمة صارت
المعلمة تمرينات، تمرينات بتنوين الكسر، هذه التاء الآخرية والتاء الأولية بكلمة تمرينات، تمرينات رياضية، رياضية نلعبها، نلعبها أنا وأختي، استخدم ضمير المتكلم أنا وأختي، نلعبها أنا وأختي عندما، عندما ننهض، ننهض عندما ننهض من النوم، من النوم نحرك، نحرك أيدينا، نحرك أيدينا، نحرك أيدينا ثم ننحني، ثم ننحني ونعتدل، ونعتدل، ونعتدل هذا العين الوسطية، نعتدل ونقفز، نقفز ونهرول، ونهرول في مكاننا، في مكاننا. أرجع أعيد، فسأله بسام ولكنه ماذا تفعل في الصباح؟ قال غيث، علمتنا المعلمة تمرينات رياضية نلعبها أنا وأختي عندما ننهض من النوم، نحرك أيدينا ثم ننحني ونعتدل، نقفز ونهرول في مكاننا. نكمل، فسأل بسام سلمى، فسأل بسام سلمى، عندما سأل بسام سلمى استخدم ماذا للسؤال، وماذا تفعلان بعد ذلك، وماذا تفعلان بعد ذلك. قالت سلمى، قالت تاء ساكنة، قالت سلمى نقاط التحدث، نذهب، نذهب إلى المغاسل، إلى المغاسل، نذهب إلى المغاسل ونغسل، ونغسل. لا تلاحظون حرف الغين الوسطية، شكلها الوسطي، المغاسل ونغسل، وحرف اللام، اللام الآخرية، هذا اللام الآخرية مع الكسرة نطقتها إلى المغاسل، ونغسل مع الضمة، ونغسل أيدينا، أيدينا بالماء، بالماء، الباء حرف الجر هو المتصل بالكلمة، بالماء، بالماء، والصابون، والصابون. قال غيث، قال غيث، وبعد ذلك، وبعد ذلك نتناول، نتناول، نتناول فطورنا، فطورنا، وبعد ذلك نتناول فطورنا. فسأل بسام سلمى، وماذا تفعلان بعد ذلك؟ قالت سلمى، نذهب إلى المغاسل ونغسل أيدينا بالماء والصابون. قال غيث، وبعد ذلك نتناول فطورنا. نكمل، وننظف أسناننا، وننظف، وننظف أسناننا، أسناننا ثم نرتدي، ثم نرتدي ملابس المدرسة، ثم نرتدي ملابس المدرسة.
ونحمل حقائبنا ونودع أهلنا. هذا حرف العين الآخرية ومشكل بالضم. ونودع أهلنا ثم نذهب إلى المدرسة معا. ثم نذهب إلى المدرسة معا. أعيد. وننظف أسناننا ثم نرتدي ملابس المدرسة ونحمل حقائبنا ونودع أهلنا ثم نذهب إلى المدرسة معا. لاحظت كيف أصدقائنا اللي هم غيث وأخته سلمى يؤدون واجبهم المدرسي وينامون مبكرا، وعندما ينهضون مبكرا يلعبون بعض التمرينات الرياضية، ثم ينظفون يتناولون فطورهم وننظف أسناننا، ثم يرتدون الملابس المدرسة ويحملون حقائبهم ويودعون أهلهم ثم يذهبون إلى المدرسة معا. ولهذا هم مسرورين أن يؤدون واجباتهم المدرسية. أعيد قراءة الموضوع الآن، تابعوا وياي حتى نقرأ سوا. تابعوا وياي. اليوم المدرسي. قال بسام لصديقه غيث: أنت مجتهد، أراك مسرورا دائما، أريد أن أصير مثلك. أكمل أتبع معي. قال غيث: أنا وأختي سلمى نؤدي واجباتنا المدرسية ولا نسهر في الليل، أنام مبكرا وأنهض مبكرا. فسأله بسام: ولكن ماذا تفعل في الصباح؟ قال غيث: علمتنا المعلمة تمرينات رياضية نلعبها أنا وأختي عندما ننهض من النوم، نحرك أيدينا ثم ننحني ونعتدل، نقفز ونهرول في مكاننا. فسأل بسام سلمى: وماذا تفعلان بعد ذلك؟ قالت سلمى: نذهب إلى المغاسل ونغسل أيدينا بالماء والصابون. قال غيث: وبعد ذلك نتناول فطورنا وننظف أسناننا ثم نرتدي ملابس المدرسة ونحمل حقائبنا ونودع أهلنا ثم نذهب إلى المدرسة معا. الآن بعدما قرأنا الموضوع عندنا تدريبات صفحة 51، نحلها سوا. هو تدريب رقم 1: أقرأ المثال ثم اكمل على نمط المثال. عندنا كلمة ليل، الليل، ضفنا لها ألف ولام أصبحت الليل. لا أسهر في الليل، لا أسهر في الليل، هذه هي الجملة. عندنا لبن، لبن، ضفنا لها ألف ولام أصبحت اللبن، اللبن. أنا لا أشرب اللبن، أنا لا أشرب اللبن، صارت الجملة لبن، اللبن، ضفنا لها ألف ولام وصارت الجملة أنا لا أشرب اللبن، أنا لا أشرب اللبن، لبن، اللبن، أنا لا أشرب اللبن. لسان من ضفنا لها ألف ولام، أيضا أضيف لها ألف ولام، صارت اللساني، اللساني. أذوق بماذا نذوق؟ أذوق بلساني، أذوق بلساني. لحم،
اللحم اللحم، أحب أكل اللحم، أحب أكل اللحم، أحب أكل اللحم. هسه أعيد، ليل الليل، ضفنا لها ألف ولام، لا أسهر في الليل. لبن اللبن، أنا لا أشرب اللبن. لسان اللسان، أذوق باللسان. لحم اللحم، أحب أكل اللحم. الآن ننتقل إلى التدريب رقم 2. تدريب رقم 2 اكمل. أنا رقم 1، أنا وأختي سلمى لا نسهر في، نختار اختيارات من طينة 3، النهار أم الليل أم الصباح. أنا وأختي سلمى لا نسهر في النهار الليل أم الصباح. في الليل، أنا وأختي سلمى لا نسهر في الليل. رقم 2، علمتنا المعلمة رياضية. هذا الفراغ شنو أضيف كلمة حتى تصبح الجملة؟ علمتنا المعلمة ألعابا أم ركضا أم تمرينات. علمتنا المعلمة ألعابا رياضية. ونرتدي ملابس المدرسة، ونرتدي ملابس المدرسة. هذا هو تدريب رقم 2. التدريب الثالث، من طينا أقرأ وتنبه إلى نطق الحرف الساكن، إلى نطق الحرف الساكن. كلمة ادنى مسرورا، تلاحظون الحرف الساكن هو السين، من نطقتها مسرورا. سلمى، اللام ساكن، سلمى سلمى. نقفز، القاف ساكنة، نقفز نقفز. وأختي، كلمة أختي، نطقت الخاء ساكنة. أنهض أنهض، النون ساكن. النوم، الواو ساكن. النوم. نغسل، الغين هذه ساكن، نغسل. وكلمة نذهب، الذال ساكنة، نذهب. نحمل، الحاء ساكن. المدرسة، الدال ساكنة، المدرسة. نرتدي، أيضا الراء ساكن، نرتدي. بعد بعد، العين ساكنة. ننتقل إلى التدريب رقم 4. ضع الكلمات التالية في أماكنها من الجمل. منطينا كلمات أقوى، أسرع، أصغر، أكبر. العصفور، العصفور جميل لكن البلبل أجمل. العصفور جميل لكن البلبل أجمل. أما عندنا الجملة، القط صغير لكن الفأر أقوى أم أسرع أم أصغر أم أكبر. أختار كلمة القط الصغير لكن الفأر أصغر. الثور كبير لكن الفيل أكبر، أكبر من الفأر أكيد، أكبر من الثور. النمر قوي لكن الأسد أقوى، أقوى، هذا الألف المقصورة، أقوى. السيارة سريعة لكن الطيارة أسرع، لكن الطيارة أسرع. هذا هو التدريب الرابع. الآن كلمات الإملاء اللي كتبناها بدفاترنا، اللي أكررها أكثر من مرة. مجتهد دائما، نؤدي مبكرا، أنهض، علمتنا، نلعبها، نقفز، نغسل، نتناول. هذه هي إن شاء الله كلماتنا الإملاء. إذن الواجب البيتي أعزائي التلاميذ، طبعا تبعوا يا التوثيق اليوم اللي يرسل لكم،
وبالإضافة إلى كتابة موضوعنا اليوم المدرسي مرتين في الدفتر وحفظ كلمات الإملاء. إلى هنا أعزائي التلاميذ انتهى درسنا لهذا اليوم، انتظروني في الدرس القادم إن شاء الله. مع السلامة أحبائي.